فما زلنا في ذكر الفوائد المتعلقة بقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أنه جل وعلا قال: يكتبون بأيديهم، هذا إن دل يدل على أن الكتابة أبلغ في التأثير من القول. لما؟ لأن القول حينما يتفوه به يسمع فيكون له تأثير لكنه ينسى، لكن المكتوب محفوظ، وبالتالي فإن هذه الكتابة المحرفة سرت إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعث واستمر الحال على ما هو عليه. إذن علينا نحن ممن له صفحات في التويتر أو في الفيسبوك عليه أن يحذر من أن يكتب شيئا إلا بعد ما يستوثق من أن هذا المكتوب فيه نفع، لأنه إن كان هذا المكتوب لغوا فإنه يحاسب عليه أو ينقص من كماله، وإن كان ضررا فإن ضرره يعود عليه بقدر ما تنتجه هذه الكتابة من تغريدة أو نحوها تعود عليه. وبالتالي بعض الناس نراهم في التويتر في تغريداتهم لا يتورعون من أن يكتبوا أي شيء، سبحان الله. لما؟ قالوا: نحن مع الحدث. سبحان الله، نحن مع الحدث، يعني التميز لا يكون إلا مع الحدث. سبحان الله، يعني كأننا ما نقرأ كلام الله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هو جل وعلا ينكر على من يذيع الخبر من أول ما يسمعه قبل أن يبرز النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل العلم من الصحابة هذا الخبر، فينظر في تبعات هذا الخبر، هل هذا الخبر خير فينشر أم أنه شر فيكتم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني من يستنبط؟ من هو؟ العالم الفاهم، مثل البحار الذي يغوص في أعماق البحر والشرع بحر من العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم هل هو خير فينشر أم أنه شر فيكتب. لذا نرى بعض الناس يقول: أنا مع الحدث، وتجد أنه في كل ما يقع يكتب. وبالتالي وأنتم تدركون هذا، يبدو أن الجميع إن لم يكن الأكثر أن عنده واتساب. سبحان الله، خبر يأتينا: فلان جار له كذا، بعد ساعات أو بعد أيام أو بعد يوم الخبر غير صحيح. ولذلك أصبح الناس لا يثقون في وسائل التواصل، وحقيق بها ألا يوثق بها. لما؟ لأنه دخل فيها كل من هب ودب، يعني أصبح للأسف أصبح الجميع علماء، ليس في علم الشرع، لا، سبحان الله، اختلط الحابل بالنابل. ولذا بعض الناس لا يحترم عقول من يتابعه. لما؟ لأن من يحترم عقول من يتابعه لا يحسن إلا القول الحسن، مثل الخطيب. الخطيب إذا كان يحترم عقول من يستمع إليه فإنه يحرص على أنه يعد خطبة جميلة تفيد هؤلاء الذين حضروا من الصباح. بعض هؤلاء للأسف لا يحترم عقول من يتابعه. كيف؟ يعني بعض الناس له تخصص معين، أصبح سياسي، حدث في السياسة، أصبح طبيب، أصبح مفسر أحلام، أصبح مفتي، أصبح داعية، أصبح راقي، أصبح محلل اجتماعي، يعني صار كل شيء. وبالتالي فإن في هذا من الخطورة الشيء الكبير على ثقافة الأمة، على ثقافة الجيل القادم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتكلمون إلا بما تدعو إليه الضرورة، أما أن نكتب كل ما يقع أو ربما لم يقع. يعني قبل فترة قالوا فيه جني في التويتر، والناس وراء هذا الجني كما يقولون، وقد يكون لا يعجب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون هناك أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياهم وإياهم.
وفي مقدمة صحيح مسلم: إن في البحر شياطين حبسها سليمان يوشك أن تخرج عليكم فتقرأ عليكم قرآنا. قال النووي رحمه الله: قال إنهم لا يقرؤون القرآن، ولكنهم يأتون إلى الناس ويقولون هذا قرآن وليس بقرآن. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في مقدمة صحيح مسلم: يوشك أن يأتي الرجل إلى الرجل فيحدثه بالحديث، فيأتي إلى قومه فيقول: سمعت رجلا يقول هذا القول ولا أعرف وجهه، ولا أعرف وجهه. والآن يقولون في تويتر، يقولون مئات الصفحات وهمية. ولذلك دخلت الرافضة ودخلت الصوفية ودخل المشككون في دين الله عز وجل وكتبوا ما كتبوا. الشاهد من هذا يا أخوان أنه كما يحذر الشرع تحذيرا بليغا من القول، فالكتابة أعظم في التأثير، لأن هذه الكتابة تبقى وتسري في الكون. بل إنه من العجائب في هذا الزمن، مع أنه كان من الأولى والأجدر والأوجب بالمسلم أن يكون أحرص من ذي قبل على ألا يقول إلا شيئا متثبتا فيه، كان من الأجدر به في هذا العصر مع كثرة وسائل التواصل ومع وصولها إلى ملايين البشر، يعني ربما تسري كلمة أو تغريدة إلى ملايين البشر. وأختصر فأقول لك: مليارات التغريدات يوميا تنطلق في الكون يمنة ويسرة ومن كل جانب. فاسأل نفسك حينما تغرد: ما هي التغريدة التي تصعد إلى السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.